بالنسبه للسؤال الثاني اللي معانا النهارده اخت فاضله او اخ البي... فاضل اخت فاضله معزه بتقول طلعت معاش وعاوزه اشتري شهادات من البنك بتعطي مبلغ شهري استكمل بيه المعاش عشان اقدر استطيع او اواجه متطلبات المعيشه هل ده حلال ولا حرام اللي عليه الفتوى في بلدنا الغاليه الحبيبه مصر ان التعامل مع البنوك سواء يعني تعامل المواطنين مع البنوك سواء بالايداع او عن طريق دفاتر التوفير او عن طريق شهادات ان انا اشتري شهادات استثمار ونحوها بيعد من باب عقود التمويل والاستثمار المستحدثه لا القروض اللي هي بتجر النفع المحرم وما يعني السؤال. الشهادات دي كمان ملهاش علاقه خالص بالربا وكذلك الشهادات وارباحها ليست حراما ده علاقة تعاون ما بين المواطن والدولة من خلال المؤسسة البنكية فهو بيروح يودع أو يستودعهم المال بتاعه ويستثمروا هذا المال يعود بالنفع عليه ويعود بالنفع على الوطن كذلك فليس فيها ربا مطلقا أختنا الفاضلة فيجوز أن احنا نعملها ويجوز أخذها والانتفاع بها شرعا ولا علاقة لهذا يعني كل أو هذه الصور لا علاقة لها بالربا المحرم وقلنا قبل كده ان البنوك هي عباره عن مؤسسات اعتباريه تخضع لاشراف الدوله مباشره مش ملك افراد هيئات ملك الدوله وبتخضع لاشراف الدوله وده شيء مهم بتخضع له من خلال البنك المركزي اللي بيضمن اموال المودعين وبرده اكدنا على انه كل ده. اكدوا قانون البنوك رقم 88 لسنه 2003 واللائحه التنفيذيه بتاعته اللي الصادره سنه 2004 يا صاحبة السؤال فاعملي شهادات الاستثمار وخدي الربح بتاعها وضمي للمعاش بتاعك ربنا يبارك